اهلا بيكم مصر دخلت سباق اطول ناطحات السحاب في العالم بمشروعها اللي نفذته في العاصمه الاداريه الجديده هو البرج الايقوني اللي هيكون اطول برج في افريقيا والشرق الاوسط يلا بينا نبدا الحلقه ونشوف تفاصيل البرج ده بس لو بتتابعونا لاول مره ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل الجديد في العماره فكرة إنك تبني برج أو ناطحة سحاب من الأفكار المهمة اللي كل دول العالم دلوقتي بتتسابق فيها، عشان بكل بساطة الناطحة دي مع الوقت بتبدأ تتحول لمعلم سياحي بجانب إن هي بتبقى تحفة معمارية، وكمان بتقدر من خلالها تخلق فرص للاستثمار عشان بيبقى كل الشركات بتفكر إن الناطحة دي بيبقى فيها كل الخدمات في مكان واحد، زي فكرة الاستعمال الإداري والسكني والتجاري. وعندنا أمثلة كتير في مصر من أشهرهم هو برج القاهرة اللي اتحول مع الوقت لأيقونة معمارية، واللي اتبنى في الوقت ده على شكل زهرة اللوتس وكان ارتفاعه 187 متر، عشان كده مصر وهي بتبنى عاصمتها الإدارية الجديدة فكرت في فكرة البرج الأيقوني، واللي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الصينية، عشان يتحول لأيقونة معمارية مش بس في مصر، كمان في أفريقيا والشرق الأوسط. ويقدر يوفر للزوار اطلاله بانورامية على المدينة الجديدة، أما لو ابتدينا نتكلم على تفاصيل البرج فهنلاقي الطراز المعماري بتاعه مشتق من الحضارة المصرية القديمة، فهنلاقيه بيشبه شكل المسلة، وكمان الزخارف اللي استخدمت في البرج هي زخارف فرعونية على شكل زهرة اللوتس، وابتدى يطبق فيها نفس النسب والأبعاد اللي كانت موجودة في الحضارة الفرعونية القديمة. اما الزوايا اللي بتربط البرج بالارض فبتشبه اكن شرايين نهر النيل وارتفاع البرج ده هيوصل ل 400 متر وبيتكون من 78 طابق عشان يبقى اطول برج في افريقيا والبرج ده بيقع في مكان مميز في العاصمه الاداريه الجديده عشان بيقع في حي المال والاعمال اللي بتضم اكتر من 20 برج وهم بينفذوا البرج ده كمان استخدموا احدث مواد البناء فهنلاقيهم استخدموا الفولاذ المقاوم للصدى مع الخرسانه اللي تم استخدامها في تنفيذ الكور المركزي اللي فيه كل السلالم والمصاعد والبرج اهتم بكل معايير التصميم المستدام فهنلاقيه مستخدمه في الواجهات الزجاج المعالج حراريا عشان يقدر يدخل الاضاءه بطريقه غير مباشره وكمان يقلل من تاثير الحراره وده اللي هيخليه مرشد للطاقه ومش بس كده كمان عمل فتحات بطريقه معينه في الواجهات عشان تسمح بقدر كبير من التهويه الطبيعيه وكمان البرج بيعتمد على الطاقات المتجددة لغاية هنا حلقة النهاردة خلصت من برنامج أمسية معمارية شكرا للمتابعة